قرر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله إلغاء جميع المراسيم والاحتفالات بمناسبة عيد ميلاد جلالته، وذلك على إثر وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة فاطمة الزهراء. وجاء في بلاغ أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص أنه على إثر المصاب الجلال لوفاة المشمولة بعفو الله ورضاه صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة فاطمة الزهراء عمتي صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وكريمة صاحب الجلالة الملك محمد الخامس أكرم الله مثواه التي لبت داعي ربها راضية مرضية، فإن جلالة الملك نصره الله قرر إلغاء جميع المراسيم والاحتفالات بمناسبة عيد ميلاد جلالته، وذلك تقديرا لمكانة سمو الأميرة المبرورة في قلوب جميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة ولدى الشعب المغربي قاطبة. حفظ الله سيدنا المنصور بالله وطال عمره، أقر عين جلالته بولي عهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وبصاحبة السمو الملكي الأميرة لالة خديجة، وشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب الدعاء.